كاب اف ام الكلمة ليك. تتواصل إلى غاية اليوم فعاليات الصالون الدولي السابع للصورة الفوتوغرافية بالمنسير، واللي كانت انطلقت نهار الجمعة 29 نوفمبر 2013 بفضاء المركب الثقافي بالمنسير. الصالون تحت إشراف كل من وزارة الثقافة والمندوبية الجهوية بالمنسير ومن تنظيم المركب الثقافي بالجهة، بالتعاون مع اتحاد الفنانين الفوتوغرافيين التونسيين، واللي شارك فيها عدد هام من المصورين الفوتوغرافيين من بلدان مختلفة، نذكر منها تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، السعودية، فلسطين، مصر، العراق، الأردن، الإمارات، فرنسا، السويد، جورجيا وصربيا. بالنسبة للبرنامج ثمن عديد الفقرات المتنوعة، نذكر منها معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان ألوان، كذلك ندوة فكرية بعنوان الأبعاد الفنية للصورة الفوتوغرافية، إلى جانب تنظيم ورشة تحت شعار المنستير في عيون المصورين الفوتوغرافيين. أكثر تفاصيل مدنا بها رئيس اتحاد الفنانين الفوتوغرافيين التونسيين عمر عبادة حرز الله. الصالون الدولي السابع للصورة الفوتوغرافية بمدينة المنستير، اللي هو يحتوي على فقرات متعددة، صار الافتتاح يوم الجمعة. كان عندنا زوج مداخلات، المداخلة الأولى للأستاذة كريمة بن سعد، تحولات الصورة من الفوتوغرافيا إلى التشكيلي، والمداخلة الثانية للأستاذ كريم زين حول قراءة تحليلية لسيمولوجية الصورة من خلال بعض الأعمال. احنا المعرض متاعنا يحتوي على 120 صورة ل 120 فنان، كل فنان عنده صورة واحدة، وعندنا 70 فنان أجنبي عارضين معنا، والمعرض شاركين فيه 15 بلاد. كان عندنا حضور فنانين أجانب استدعيناهم، عن 16 فنان أجنبي من مصر وليبيا والجزائر، ومن مصر ومن فلسطين. هرسبت البرنامج متاعنا هي كانت ورشة المنسير في عيون الفنانين الفوتوغرافيين. فنانين هذوما الأجانب والتوانسة عندهم نهار كامل يصوروا المسير، وإحنا الآن قاعدين نعرض في الصور متاعهم. بالنسبة لليوم لحد باش يكون الانطلاق بداية من 9 متاع الصباح مع عرض لتجارب الفنانين الفوتوغرافيين، مع 11 باش يتم زيارة متحف زعيم الحبيب بورقيبة، والاختتام باش يكون مع منتصف النهار، وين باش يقع تسليم المشاركين شهادات تقدير من قبل الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين. عندنا عرض تجارب بعض الفنانين الفوتوغرافيين اللي جاوا معنا، كل واحد باش واحد كان على التجربة الفوتوغرافية في البلاد متاعه، وبعد عندنا زيارة المتحف الزعيم بورقيبة. في الورشة هذه اللي عملناها في المسير هي باش احنا نوريو ضيوفنا، هما حبينا نوريوهم كيفاش تونس بلاد امن وبلاد ثقافة وينجم يجي في كل وقت. كانت هذه متابعة لأهم فعاليات الصالون الدولي السابع للصورة الفوتوغرافية بالمنستير، واللي إن شاء الله اليوم باش يكون الاختتام. نتمنى كل النجاح والتوفيق للمشرفين على الصالون هذا وللمشاركين فيه. كاب اف ام الكلمة ليك.